هذا الموضوع جديد اسمه الدوال او الفانكشنز. ذا فانكشنز باختصار هاي كلمة فانكشن هي بلوك اوف كود which only runs when it is called. هي مجموعة إعازات بلوكه مال إعازات مال كود وش وقت ما تستدعيها when you call it it runs تشتغل تتنفذ تمام شو وقت when it is called شو وقت تشتغل مجرد كاتب الفانكشن ما مسويت لها كول ما مستدعيها تشتغل لا ما تشتغل تمام سويت كول على فانكشن ما مكتوبة يصير ما يصير لازم مكتوبة ومعرفة تمام you can pass data known as parameters اسأل يوم راح نشوف شنو يعني تنقل تحول بيانات كبارامترز كمعاملات او متغيرات شو نسميها بعض الكتب يسموها arguments هي هذه نفسها هسه نشوفها into a function حتتنفذ مثلا الفانكشن تحسب لك المساحة تطلب مثلا طول بعرض حتى تحسب لك المسافة على سبيل التبسيط يعني تمام او شيء مشابه فتحتاج هاي التو بارامترز حتى تطلع لك البارامتر النهائي زين define the code once شنو فائدتها تكتب المرة واحدة الفانكشن مرة واحدة and use it many times تستدعيها ايش قد ما تريد زين نستنتج من ذلك انه الفانكشن فتشي تمام مو بس ينظم لي طريقة كتابة البرنامج وإنما يختصر لي طريقة كتابته حتى مو كل ما أحتاج شغلة أكتبها لا وإنما أستدعي مكان واحد كاتبها مرة واحدة أستدعيها تتنفذ لي بالضبط هي هذه طورت ورا كم سنة وصارت الفئات اللي كلاسز إن شاء الله من نوصل الكلاسز ناخذها وندرسها ونشوف شنو الفكرة مالتها زين a function is a set of statements طبعا هذا مصدر وهذا المصدر الثاني فاحنا نقرأ اثنيناتهم لأول مرة حتى تمر علينا a function is a set of statements designed to accomplish a particular task مصممة لإتمام مهمة محددة. Experience has shown that the best way to develop and maintain a large program is to construct it from smaller pieces. أحسن طريقة لأنه أكتب برنامج كبير وأنا أشكله من قطع صغيرة smaller pieces or modules. Modules in C++ are called functions. طبعا هسه شوفون لغات البرمجه الجديده حتى مو بس يقسم لك اياها الى وظائف والى كلاسز فئات وانما حتى يوزع على اكثر من ملف فتلقى البرنامج هو عباره عن خمس ست سبع ملفات سويه مجتمعات سويه يشتغلن وهذا يستدعي من ذاك ليش يحاول يقطعها حتى يصير فصل بالاشياء حتى هذا الجزء يسوي لك فلان شغله، هذا الجزء يسوي لك فلان شغله. تختبره اسهل. شيك اسهل، تقرا اسهل، فهم شنو؟ اسهل مما تقرا الدنيا كلياتها من فوق لجوا. فدائما هم يقسمون البرامج الكبار الى قطع اصغر. والفانكشنز واحده من القطع اللي موجوده هسه بالبرامج باللغات الحديثه وموجوده بالقديمه، فهذا المفهوم وهاي الفكره وهاي الطريقه تستخدم بالجديدات ايضا. نقول نكست ونشوف شنو الحكي اللي وراها. Functions are very useful to read, write, debug, and modify complex programs. مفيدة في قراءة وكتابة وتصحيح وتحوير برامج الكبيرة في البرامج الكبيرة إذا استخدمنا ال functions الدوال. تمام؟ They can be easily incorporated in the main program. ممكن تستدعيها بالمين program. In C++, the main هذا يسموها main function هي high function the main function itself is a function that means the main function is invoking the other functions to perform various tasks يريد يقول لك انه ممكن يصير داله بطن داله بدليل البرنامج الاساسي مالتنا المين هو function من نوع integer وترجع قيمه بالاخير return zero ترجع له قيمه فنستنتج من ذلك انه الفانكشن ممكن تحوي فانكشنز اخرى اللي اليوم راح نسويه تمام ممكن تستدعي فانكشن ممكن تستدعي فانكشن اخرى ممكن تستدعي نفسها تمام ما عدا المين بروجرام ما يقدر يستدعي نفسه هو بس الكمبيوتر ينفذها اول مره
هو نقطة البداية، تمام؟ يقدر يستدعي أي شيء آخر ويقدر ينهي نفسه، بس ما يقدر يبدي نفسه، لأنه هو ها يقدر يروح البداية جو تو مثلا ويرجع نفسه، بس ما يقدر يستدعي كلمة فانكشن هي تشتغل مرة واحدة بس بالبداية. بس بأي فانكشن أخرى ممكن تستدعي أي فانكشن أخرى. زين؟ The main advantages of using functions are or of using a function concept. شنو المين ادفانتجز؟ ايزي تو رايت اند كوركت سمول فانكشنز، قلناها قبل شويه، لسهوله كتابتها وتصحيحها، ايزي تو ريد رايت اند ديباج، سهوله قراءتها وكتابتها وتصحيحها، تقريبا نفس الفوق الحكايه، ايزير تو مينتين اور موديفاي، مينتين يعني هم تصحيحها وتصحيحها، اور موديفاي او تغيير such a function. Small functions tend to be self-documenting and highly readable. كل ما تصغر الفانكشن كل ما تصير مقروءة بطريقة أسهل، واضحة فكرتها مركزة تصير. تمام؟ اللي الفانكشن اللي بيها 20 سطر لازم تمر على 20 سطر تفهم شو تسوي فانكشن. الفانكشن اللي بيها 3 سطور بس تقراها 1 2 3 فهمت الفكرة رأساً. فكل ما تصغر كل ما تصير أسهل قراءتها. It can be called any number of times. ممكن استدعاء أي وظيفة، أي function، أي دالة، عدد غير يعني محدد من المرات بكذا حسب الحاجة. In any place with different parameters مع تغيير القيم اللي تريد يعني تستخدمها. من الفانكشنز جدا يعني اكو بالكيبورد فانكشن كي يسموها، هذا اللي يسوون فانكشنز او كي كومبينيشن يسوي لك فانكشن معينه. مثلا هسه انا عندي كالكوليتر بالكيبورد مالتي، من ادوسه يشغل هاي الكالكوليتر، تمام؟ هذه فانكشن نفذت برنامج، تمام؟ عاز يعني سوفت وير صغير مخزون الكيبورد من تريجرت، هو يروح ينفذ الكالكوليتر يشغلها. ونقول نكست ونشوف شنو السلايد الاخر. نفس الحكي تقريبا، جنرال فورم اوف فانكشن، القيمه اللي ترجعها اللي هي عاده تصير يعني اما انتجر واما كاركتر واما دبل واما فلوت واما اي شيء اخر. وهنا اسم الفانكشن، اي اسم لازم يبدي بحرف ما يبدي برقم، تمام؟ ما بي فراغات، ممكن يصير بيه رموز، ممكن يصير بيه ناقص، ممكن يصير بيه اندرسكور، ممكن يصير بيه ارقام هنا بالوسط. زين؟ وهنا البارامتر ليست ممكن تكون فارغه، مثل المين فانكشن مالتنا فارغه مكتوبه مين وما عندنا بارامتر ليست. ممكن يصير هالبارامتر ليست وحده، ممكن مجموعه كبيره. هسه نشوف عليها امثله، تمام؟ هنا الفانكشن شو تسوي؟ وهنا الريتيرن مالتها حسب التايب. اكو نوع، ابسط نوع يسموه void void، هسه نشوف عليه مثال. هذا ما يرجع، ما بي ريتيرن، ما بي ريتيرن، ما يرجع قيمه. النوع void ما يرجع قيمه. زين، نقول next ونشوف عليها امثله. هذا السنتكس نفسه يعني طريقه الاستخدام اللي هنا، اللي هنا هذا السلايد شفناه. هذا next slide نفسه بس بطريقه شويه مختلفه. مثلا هنا مسمي مختار لك هو التايب، جاي لك هاي فويد، وهنا مسمي لك فد فانكشن هو كمثال مسميها ماي فانكشن، تمام؟ هذا مثال يعني، هذا مثال. زين، فهنا ده يعلمك عن طريق مثال، وهنا قوس البدايه والنهايه، وهنا المجموعات الاعازات اللي تنكتب، تمام؟ هناك ايش كتب؟ كتب ستيتمنت 1 ستيتمنت 2 ستيتمنت 3. هسه راح ارجع لي ورا خطوه حتى داروا بكم شنو قصدي. هنا انا كتبها ستيتمنت 1 ستيتمنت 2 ستيتمنت ان مثلا، تمام؟ هنا انا هسه راح اتقدم مره ثانيه. هنا قد كود تو بي اكسكيوتد، يعني مجموعه الاعازات اللي اريدها. هنا ما قال لك ستيتمنت 1 2 3، هي شلون كل كاتب كل مؤلف يعبر عن فكرته باسلوبه، تمام؟ اعطيني ثواني بس خلي اشرب اخذ رشفه من الشاي وارجع. تمام، زين، شرح هذا الاكزامبل
example explained نفسه my function هذه اللي قلناها is the name of the function هو اسم الدالة void means that the function does not have a return value void هاي كلمة void void من تكتب على الصك بالبيع والشراء يعني انت قاعد تتلف الصك يعني ده تهمله تمام من تكتب على مثلا نسخه من شهاده ولاده مثلا ده تريد تقول انه هذه بعد ما تستخدم غير صالحه للاستخدام لاي غرض كان ما قاعد تتلفه فكلمه فويد هذه ما يرجع له قيمه وما يحوي قيمه هو اصلا ما بي قيمه تمام يعني مثل ما نقول فارغ يعني نوع فارغ نوع ما يرجع قيمه تمام لا شيء سوى ممكن يطبع ممكن يعزف موسيقى ممكن يعني نوع فويد موجود بكثره بالحاسبات لكن هو قيمه ما يرجع لك مو بالضروره يعني كل ما مهم لا مهم ومهم جدا بس قيمه ما يرجع لك تمام لانه انت عندك التفاعل والاشياء مثلا يحول مكان الماوس المؤشر مال الماوس او مثلا يعني يسوي لك شيء مرئي بالشاشه مال الكمبيوتر تمام هذا طبعا شيء مهم بس ما يرجع لك قيمه مثلا يسوي على البورت اشاره يعلق شغل جهاز يعني لو يطفي جهاز يعني مثلا جهاز مصنع او فشيء اذا المهم هو اذا يؤدي غرض بس ما يرجع قيمه لانه انا مصمم ما احتاج ارجع قيمه تمام هالشكل يعني ممكن ياخذ قيمه ممكن هنا ياخذ قيم بس ما يرجع ما بيرجع زين You will learn more about return values later in the next chapter. طبعا هو راح نتعلمه في هاي المحاضره مو محاضره الجايه بس هو بالكتاب يعني بالكتاب بالمصدر اللي انا ماخذ منه قال next chapter. خلينا بما انها مرت علي خوش فرصه هسه قبل ما انساها. هذه صوره ماخذ من عنده مو شو اسمها اوكي عبالي اقدر امسحها يلا مو مشكله خليه نستمر. Inside the function شو يسموه جسم هذا inside the function هذا طبعا هي حتى هذه تاريخيا موجوده حرف الواو يقولون راس الواو جسم الواو يتعاملون كانما كان حي تمام مو بس الحرف العربي يعني هاي الانسان يتعامل بالاشياء شكل حتى السياره حتى بيت الشعر يقول لك الى صدر ولا عجز يعني مقدم ومؤخر يعني يتعامل ككائن حي يعني كانما وهذا كذلك نفس الشيء الرساله هسه احنا ندزها مو اكو بها هدر هدر يعني مقدمه زين والبادي مسج بادي يعني جسم الرساله فهنا من جسم الداله ذا بادي زين inside the function the body add code that defines what the function should do هنا انا شو تسوي declared functions are not executed immediately طبعا مجرد تعريف هذه function كتبتها ما راح تتنفذ شنو لازم يصير they are saved for later use مخزونات حتى استخدمها and will be executed استخدام لاحق and will be executed later when they are called من يتم استدعائها تمام طبعا هي من تكتب الفانكشن هي تستدعى عن طريق اسمها to call a function write the function's name followed by parentheses and semicolon وراح نشوف امثله على هذا الشيء لاحظ عزيزي الملاحظ هذا مثال على داله زين ركز وياي شويه هذه المين فانكشن مالتنا هاي جزء من الكليشه تمام وهذا جزء من الكليشه تمام ما مبين الانكلود وذن الاشياء يوزنج نيم سبيس كلها تم اختصرها هذه المين فانكشن كل اللي تسوي كول ا فانكشن ها هي بس تستدعي داله الداله هذا هنا مكتوبه لي فوق لو ما مكتوبه لي فوق يطلع لي ايرور مسج هسا اوضح لك هاي الفكره شنو
الدالة لازم تكون موجودة قبل استدعائها، مو وراء استدعائها، لأنه البرنامج مال سي يبدي من فوق بيجاوا. أكو أشياء هالشكل لازم يصير، وأكو أشياء مو هالشكل لازم يصير. هسه أوضح لك شلون شوي شوي، تمام؟ بس المفهوم جديد والفكرة جديدة، فلذلك أصبر عليها ثواني يعني مو هواية. زين، فهاي الميم، هاي الميم بدها تستدعي هاي في شيء اسمه ماي فانكشن بدها تنفذها. ماي فانكشن هي شنو؟ هي فانكشن من نوع void، هذا التايب مالتها، هذا اسمها ماي فانكشن. كل اللي سويته تطبع لي صدر، فهذا من اجى نفذه مره واحده، هذا التنفيذ مالته. I just got executed. I just got executed. يطبع لي هذا بس. تمام؟ كل مرة أكتب هذا. أقدر أستدعيها أكثر من مرة؟ إي، هسه هنا أنا a function can be called multiple times. نفسها استدعيتها 3 مرات. شوف، ما أحتاج أكتب المسج بادي. طبعا الفانكشن بادي، العفو مو المسج، الفانكشن بادي. الفانكشن بادي قد يكون أكثر من إعاز. فمن أجي أني دا كررت 3 مرات، فهذا هذا البلوك هذا دا يتكرر 3 مرات، ف I just got executed 3 مرات تكررت. تمام؟ شوف، تكتبها مره واحده ايش قد ما تستدعيها تتنفذ. تستدعيها تسوي فور لوب، تمام، من 1 الى 1000، تحط هذه حتطبع لك هنا 1000 مره، تمام، تتنفذ 1000 مره. انت سطر واحد كاتب شلون يطلع لك نتيجه 1000 مره؟ اي، هو هذه فكره الاستخدام الداله فانكشن، انه تخليك تنفذ الشغله اكثر من مره. تمام؟ طبعا قد تكون عاده، هي مو قد تكون عاده، تكون الفانكشن اعقد من هاي، مو سطر واحد بس، لغرض تعليمي وللبساطه اقدر استخدمها بشكل. انتبه انه هاي من نوع void، اللي هو يعني ما ترجع قيمه، ولذلك ما بها return statement. عاده مثل الانتجر، لو مثل المين، اذا كان نوعها انتجر ترجع لك انتجر value، تمام؟ إذا كان دبل ترجع لك دبل فاليو، وهكذا. زين، نقول نيكست ونشوف شنو الصفحة الآتية التالية. فانكشن ديكلوريشن اند ديفينيشن، هاي اللي شفناه قبل شوية. ديكلوريشن شنو والديفينيشن شنو؟ أي فانكشن تتكون من جزئين، من الجزء الديكلوريشن اللي هو النوع مالتها، فانكشنز نيم، ريتيرن تايب، هذا ريتيرن تايب، وهذا فانكشن نيم. زين، والبارامترز اذا بها بارامترز. زين، اما الديفينيشن فهو هذا البادي مال هذا اللي فوق الديكلاريشن مثل ما مكتوب هنا، وهذا البادي مالت مجموعه العزات هو الديفينيشن. بس خلي اطفي الكونفيرا بمنظمه الكهرباء ثواني. جيد. زين، if a user defined function such as my function، هذه يسموها user defined، يعني أنا عرفتها، احنا عرفناها كمستخدمين، ليست جزء من السي بلس بلس، مو بري ديفايند. اكو بري ديفايند اللي هي موجوده عرفوها ومرت through approval process، مرت خلال خطوات موافقات معينه، سلسلة موافقات، وراها شنو صار؟ وراها صارت predefined function. تمام؟ لا، احنا هنا نقدر نحكي على user defined function، فالوظيفة احنا هسه سويناها لغرض التعلم ولغرض هدف معين. تمام؟ if a user defined function such as my function is declared after the main function، إذا ورا المين function an error will occur، لازم يصير قبله. تمام؟ It is because C++ works from top to bottom. بيبدي من البداية من فوق لجوا. Which has العفو which means that if the function is not declared above the main, the program is unaware of it. ما ينتبه عليها إذا مو الفانكشن قبل ما قبل أن يتم استدعائها تكون مكتوبة. يعني الكومبايلر مر عليها حتى يفهمها، يعرف شنو يستدعي. ولا يبين كأنما جسم غريب، مثل استخدام متغير قبل تعريفه. لازم اول مره تعرفه يلا تستخدمه، نفس الشيء بالفانكشن، لازم اول مره تعرفه يلا تستخدمه.
ونقول next. Information can be passed to functions as parameters. هذه ال void function ممكن تأخذ parameter الأول، ممكن الثاني، ممكن الثالث. كل واحد نوعه هنا نكتب integer x double مثلا b whatever يعني شيء شكل. تمام؟ character z هي شكل يعني. تمام؟ Parameters act as variables inside the function. هنا متغيرات احتاجها من البرنامج الرئيسي الفانكشن راح تستخدمها بالتنفيذ مالتها هنا. قد يكون مثلا على سبيل المثال الشكل اكو شكل معقد مثلا جزء عفوا جزء من عنده مثلا اسطواني وجزء من نهايته مثلا هرمي مثلا او مكعب. فمن الفانكشن تحسب لي الحجم الكلي فيحتاج طبعا هنا الطول وهنا الارتفاع هنا مثلا العمق مثلا هذا متغير اخر يعني هالشكل. تمام؟ فهاي على سبيل المثال. تمام زين. Parameters are specified after the function name مثل هنا أنا شلون مبينه inside parentheses داخل الأقواس داخل هذا الأقواس. You can add as many parameters as you want حسب حاجتك. Just separate them with a comma. لازم مفصولات بهذه الكوما بالفارزة. تمام؟ هاي الكوما. ونقول next ونشوف عليها تفاصيل أزيد. إحنا دا نقرأ الدوال الـ functions. فالـ functions ترجع قيم إذا كانت مو void. The void keyword used in previous examples هذه الـ void استخدمناها indicates that the function should not return a value. ما ترجع أي قيمة. Should not return a value. تمام؟ If you want the function to return a value إذا تريد ترجع قيمة you can use data type such as integer, character, double, float, boolean, or string. بعدنا ما ماخذين string. هذا نوع مو أساسي وإنما نوع مشتق. مجموعة characters سوية تسوي لك string. string يعني كلمة أو كلام أو نص. بالضبط كلمة نص أعتقد هي الترجمة الحقيقية. تمام؟ زين. You can use data types instead of void and use the return keyword inside a function. مثل ما هو بالانتجر استخدمنا انتجر وبها return انتجر value. هنا أنا ممكن استخدم انتجر وترجع لك value. ال value قد تكون بدلالة القيمة البارامتر مثلا البارامتر تربيع أو البارامتر زاد خمسة أو هذا البارامتر اللي بالاستدعاء بالمين function يخلوه. فإذا حط هنا ثلاثة راح تجي هنا ثلاثة يصير ثلاثة زائد خمسة وترجع القيمة وينطبع هنا أنا see out ثمانية ثلاثة زائد خمسة return value تنطبع. تمام؟ فهذا استدعاءها يرجع القيمة اللي ترجع بالreturn value هنا أنا. فال output بالضبط تكتب خمسة هذا ما راح يطبع لك اياه وانما شرح ده يشرح لك يقول لك من جت الخمسه اللي هي ثلاثه زائدا خمسه زائد ثلاثه. زين ونقول next ونشوف مثال اخر. هو كل ما نشوف مثال كل ما توضح الفكره كل ما نشوف مثال لا كل ما توضح الفكره اوضح. تمام هسه افتهمنا شلون نعرف الفانكشن افتهمنا شلون نستدعيها شلون نعطيها بارامترز قلت لك اكو قسم يسموها arguments بعض المصادر. هاي الفانكشنز والبارامترز مستدعاها موجوده باللغات الاخرى اي موجوده بالكوتلين موجوده بالبايثون موجوده بالجافا موجوده بالدارت موجوده كل اللغات الاخرى نفس العمليه هذه. تمام زين وين راح المؤشر ما بدي يطلع عندي هاي هي تبين جيد رايت C++ program to calculate the squared value مربع قيمة of a number passed from the main function. Use this function in a program to calculate the squares of numbers from 1 to 10.
نقول لك احسب لي المربعات من 1 للـ10، فنسوي فور لوب من 1 للـ10 ونستدعيها كل مرة ونحط القيمة. هذا العداد مالتنا اللي هو هنا سويناه، مو اي سويناه اكس، تمام؟ هذا نحطه بداخله كبارامتر بالفانكشن. شو نسوي اللي نكتبها لي فوق؟ خل احكي هذه وراه لازم اترخص ثواني، اللي الظهر لازم اطفي في الشيء. زين، بالداخل الفانكشن مجرد ياخذ بارامتر، شوف هذا تعريفه، يقول له انتجر، فالقيمه هذه لازم شنو تصير انتجر فاليو. هذا البارامتر نوع انتجر. طبعا هذا تسميه واي، تسميه اكس، اي اسم مو مشكله، تمام؟ هنا أنا مو مشكله الاسم. هذا لوكال فاريبل زي استحدثته بالفانكشن، حينخلق داخل الفانكشن ويتلاشى، يتم انشاء هنا ويتم اتلافه بنهايه الفانكشن. فزي ينولد ويا ولاده ويا استخدام الفانكشن، ويختفي ورا استخدامها. فزي هو مربع مالتهن وريتيرن زي. ممكن نكتب ريتيرن واي في واي، ممكن نفس الشيء بدون تعريف زي وبدون هالمعادله. هو ليش سوى هاي الشغله؟ ممكن عنده هدف انه يريد يستخدمها بايعاز اخر. راح اوقفه هنا، انتظروني ثواني، هسه راح ارجع. محتاج اطفي كم جهاز، ثواني. اتمنى تكون هاي الفكره واضحه، انه شلون يرجع قيمه. يرجع قيمه هو من نوع انتجر، يرجع قيمه عدد صحيح انتجر من يعني من نوع. هو شنو نوع الفانكشن؟ ترجع القيمه من نفس النوع. مو بالضروره البارامتر اللي تاخذه هم يصير نفس الشيء. بارامتر اللي تاخذه قد يكون كاركتر وترجع مثلا الاسكي مالته، تفهم قصدي؟ يعني مو بالضروره القيمه تاخذها تتوافق ويا القيمه اللي ترجعها، مو ماكو تلازم. زين، ونقول نكست ونشوف. عفوا هنا دكتور، بس بزحم عليك، هنا الواي عرفها فوق، الزيت همين عرفها، بس الواي مين راح يجيبها؟ قيمتها ما طلعها. قبل المثال هذا، اللي هو هذا المثال. اي المثال، اي لا لا، قبله هسه كنا فاتحين. خلي بالله دقيقة. هذا حسين، الواي مين راح يجيب هنا؟ انا المثال كامل يعني، اي بس ماكو ادخال قيمه واي، لا هو مفترضها عندنا ولا احنا حلو. مسوي لها ادخال. الواي بالضبط من استدعى، خلي اختار الهايلايتر. شوف هنا، اللي شوف هذه من استدعى هذا. صحيح، هاي القيمة اللي بداخل اكس، هي كان ما تصير. مو قلت لك هاي كلمة واي هو مو بالضرورة هو يعني تصير واي، هاي هو متغير. يقول لك انا اريد فشي هنا من نوع انتجر حسميه واي. هاي الواي هو حيسميه، حيستخدمه هنا كواي. شايف؟ هنا استخدمه، ضربه في نفسه. هو بالحقيقة بالإعازة الأصلي هو مسميه هنا مثلا اكس.
شايف؟ هي هنا الحيلة، يعني أنه أي متغير لوكال تستخدمه يتلبس كأنما بالضبط بالضبط كأنما تأخذ نسخة من الإكس تخليها بالواي، تتعامل بها هنا وترجع قيمة، تمام؟ القيمة ترجع حتى هنا لورا، حترجع لك قيمة رقم معين، ما راح يرجع لك في شيء اسمه زيت، يعني هذا الزيت بالضبط، يعني القيمة راح ياخذها من جوا ويعوضها فوق كلها هنا بالاستخدام مال الفانكشن، كلها داخلي، كلها داخلي بداخل فانكشن، كلها لوكال فاريبل، الواي لوكال فاريبل والزيت لوكال فاريبل، ومجرد تدخل قيمة اللي هي هنا اكس وتطلع قيمة اللي هي ريتيرن فاليو، بس ها هي هي واضح. شكرا دكتور. شوية بالبداية مفهوم جديد ما متألفين عليه، بس بالاستخدام مرة ولا مرة ورا مرة شوفوا يصير مألوف، والأمثلة هم تفيد بالشغلة هذه. نقول نكس، ناخذ مثال، تمام؟ write C++ program using function to declare the average two numbers entered by the user in the main program. write C++ program using function، استخدم دالة function to calculate the average of two numbers، مستخدم معدل رقمين entered by the users in the main program، يعني شنو حيتم ادخال رقمين فهذا المين بروجرام، هذا المين بروجرام انتجر نمبر واحد ونمبر اثنين، هذا الرقمين، تمام؟ سي اوت انتر تو بوزيتيف نمبرز، تم ادخالهم. النتيجه هذه اللي هي فلوت المعدل حترجع من استدعاء داله، هاي الداله يوزر ديفايند احنا راح نكتبها، تاخذ تو بارامترز اثنيناتهم من نوع انتجر، تمام؟ فالداله شلون راح نكتبها؟ حنكتب هنا هي حترجع شنو فلوت، تمام؟ لان حتخزن بالاكس، فنختارها من نوع فلوت ونسميها نفس الاسم بالضبط نصا، اي في ار من افريج، اي في ار بالضبط، نسوي اثنين اعداد صحيحه لانه هنا النم واحد والنم تو اثنيناتهم اعداد صحيحه، تمام؟ فنسوي اثنيناتهم اعداد صحيحه، اللي راح يسوي راح يجمعهن ويقسمهن على اثنين، فهنا ايش سوى؟ جمع هذا وهذا وقسمهن على اثنين. ليش قسم على 2.0؟ حتى النتيجه تبقى شنو؟ فلوت، تمام؟ طبعا هو يقدر يسوي هالعمليه كلها بداخل الريتيرن، ويقدر يسويها خطوه اضافيه، انا مع البساطه، مع انه اسوي خطوه اضافيه صراحه يصير احسن على بالك، ما ادري ليش. زين، فسوى متغير اخر هو استحدثه نوع فلوت، هذا نفس اللي راح يرجعه ونفس اللي راح يصير داخل الاكس هنا، تمام؟ فمجرد استدعاء طلع من السياق تنفذ ورجع هنا، رجع القيمة وطبعنا القيمة، هاي عملية كتابة دالة واستدعائها calling the function، هاي defining a function and calling a function، هذه استدعائها وكتابتها واستدعائها. ناخذ مثال اخر، write a function to find the largest integer، اكبر عدد صحيح among three integers، من بين ثلاثه ارقام entered by the user. شوف هاي هنا راح يوجد، يعني عجبتني الطريقه مال ايجاد العدد الكبير، الفكره عجبتني، يعني خلينا نعوف استخدام الدوال، بس خلينا نشوف الفكره، فكره لطيفه، انه انت عندك ثلاث متغيرات واحد واثنين وثلاثه، تسوي متغير رابع اسمه big وتخلي ياخذ قيمه الاول، وتقول له اذا الاول اكبر، اذا يعني هذا الاول، اذا الثاني اكبر من بيج، اذا الثاني اكبر خلي البيج ياخذ قيمه الاكبر، ورا هذا الثالث اكبر من بيج فخلي البيج ياخذ قيمه الاكبر، فبهالحاله بيج هو بدون ما اتلاعب انا بقيمه ال1 وال2 وال3 دائما ده يخزن قيمه الاكبر، تمام؟ إذا مو أكبر هنا فما راح يسوي شيء، إذا مو أكبر هنا ما راح يسوي شيء، إذا وعليه يبقى ال Y1 هو الأكبر كأنما شكل، ويرجع قيمة ال big، اختصار biggest، يعني كأنما largest أو biggest هالشكل يعني.
الفكرة أنه استحدث متغير آخر ودائما يأخذ نسخة من الأكبر شيء. هاي الفكرة أنا يعني شفتها لطيفة يعني بصراحة. زين. دائما يقارن على كلمة بيج. يعني لما كان ما يقول هذا واي واحد واي اثنين أكبر من واي واحد سوي كذا، هو لا حطها الواي واحد بالبيج ويقارن على البيج، يعني كأنما على الواي واحد تمام، وهكذا يختار بين الأكبر. شلون كتب الفانكشن؟ لأن موضوعنا هو الفانكشنز. الفانكشن كتبها تاخذ رقمين او ثلاث ارقام وتوجد الاكبر من عندهم، ف ثلاثه انتجر فهي نوع انتجر لانها ترجع انتجر، والريترن واحد يعني الاكبر قيمه. تاخذ ثلاث ارقام فتاخذ 3 بارامترز، فهمنا تاخذهم ثلاثه من نوع انتجر وترجع من نوع انتجر تمام. فالمين فانكشن بها ثلاث قيم. شوف هنا الثلاث قيم مو بالضروره تشابه، هاي الثلاث قيم هنا واحد واي 1 واي 2 واي 3، هنا اكس 1 اكس 2 اكس 3 مو بالضروره يشابهن، هذني كانما لوكال فيريبلز هستخدمها داخل الفانكشن بس نعطيها اسم ثاني، مو بالضروره يتبع نفس الاسم. اكو مشكله اذا استعملت نفس الاسم، ما اكو مشكله ليش لا نغيرها حتى يقول لك مو الا نفس الاسم، حتى ليس عندك ارباك على بالك لازم دائما تستخدم نفس الاسم تمام. عرف ثلاث متغيرات اكس 1 و2 و3 وطلب ادخالهن وسوى سي ان وطلب وادخال القيم صار، وهنا أنا مجرد رجع القيمه الاكبر باستدعاء هاي الوظيفه هاي الداله وطبعها. الداله شفنا شو تسوي، تجي هنا ثلاث قيم حاضرات تستخدم متغير رابع محلي لوكال، تقارن تخلي بداخل هذا المحلي القيمة الأكبر وترجع القيمة الأكبر. هنا شلون أنت تجتهد تطلع القيمة الأكبر هذه it's up to you. تستخدم switch statement، تستخدم if else if else if else كيفك، هاي بعدين ما تشغله كله صح تمام. لأنه من نوع انتجر ترجع قيمة وخلصت تنتهي. إذا هذه قبل ما استدعيها لازم تكون مكتوبة، قبل ما استدعيها مكتوبة ونقول next. However, بالرغم من it is possible to separate the declaration and the definition of the function. ممكن أفصل the declaration and the definition. ممكن أفصل the declaration and the definition. يعني إذا رجعت لورا ممكن أفصل هذا الجزء الأولاني عن الجزء الثاني، وهذا عادة هالشكل تصير. تصير ثلاث مراحل يسموه البروتوتايب، اللي فوق ينكتب سطر واحد على الفانكشن، وراه ينكتب المين، وبالاخير ينكتب المسج بادي فانكشن بادي اللي جوا كلية هذه كتابة البروتوتايب وياها كامل. هاي بالبرامج هالشكل يسووها، يسووا ثلاث قطع، يعرفها اللي فوق يكتبها اللي جوا ويستدعيها بداخل المين. ونقول next. You will often see C++ programs that have function declaration above the main and function definition below the main. وأنا دائما أسوي بهالطريقة. This will make the code better organized and easier to read. دائما مجرد أقول void my function، هذا يسموها declaration أو قسم مصادر يسموها prototype. تمام، هذا تعريف، هذا اللي جاوب اشوفه declaration and definition. يعني كانما مكان ما اخلي هذا لي فوق، اخلي هذا الجزء لي فوق بس، وهذا اخلي لي جوا. بهالحاله المين ممكن يستدعيها لانه ميز بينت يمه هنا تمام، فيفصلون يسوون هذا زيادة هنا مكان ما هذا كله يكتبون فوق مثل ما كنا نسوي، يسوون جزء منه اللي هو بس السطر الأول كأنما مثل الاستدعاء. شلون الاستدعاء؟ بس تحط التايب وياها تكتب كتابة، يعني هالشكل يشبه الاستدعاء بس اللي فوق. هذا يسموه declaration أو prototype
تمام؟ هذا يسموها calling وهذا يسموها definition. يعني هنا التعريف بتفاصيل الإعازات، شنو بالضبط الفانكشن تسوي الشكل. هذا الصيغة هذه أنه يصير هنا declaration ويصير هنا calling ويصير هنا definition، هذه هي الطريقة ستاندرد اللي يسوي الكود organized، ودائما تشوفوها موجودة بالبرامج الصغيرة والكبيرة. نقول next ونشوف شلون يصير passing parameters. هسه أنا إلى الآن قريت passing parameters عن طريق values، يعني شنو حكينا قبل شوية؟ قلنا كأنه ما تأخذ نسخة تشتغل عليها وترجع النسخة الأصلية تتأثر. خل أرجع لي ورا خطوتين، هنا من حطينا x1 x2 x3 واستدعيناهن، هنا حتى لو صار شغل عليهن ال x1 وال x2 انا ما اخذ منهن نسخه ما اخذ نسخه من عندهن، هن بالمين بروجرام هنا ما يتاثرن ال x1 وال x2 وال x3، ما لهن، ما حد انطخ بهن، ما حد غير قيمتهن. زين نقول مو هنا انت جمعت عليها نضفت عليها ما شنو اشتغلت، اقول لك هذني صارن لوكال فيريبلز هنا، كانما نسخه من عندهم دا اشتغل عليها، هذان المتغيرات يتم استخدامهن واتلافهن بمجرد انتهاء الفانكشن. تمام، اللي يجن بالبارامترز هاي كانما تنأخذ من عندها نسخه، هاي الطريقه الاولى لاستخدام البارامترز عن طريق values by values، وارجع لنفس المكان اللي كنت فيه. تمام، there are two main methods، اكو طريقتين for passing parameters. الطريقة الأولى by value، هذه الطريقة اللي استخدمناها احنا. الطريقة الثانية by reference، بعدنا ما مستخدميها. هاي شنو؟ راح نتفهمها هسه ونتعلمها. شنو الفرق بيناتهم؟ هسه راح نتعلم شنو الفرق بيناتهم. زين؟ الطريقة الأولى passing by value، احنا قريناها وكتبنا عليها أمثلة، بس شنو؟ خلينا نقراها كلمة كلمة حتى توثق، لأنه مرة ثانية ما راح يصير لنا فرصة نقرأها كلمة كلمة. When parameters are passed by value, a copy of the parameter's value is taken from the calling function، يعني calling function يعني المين بروجرام مالتنا اللي هو ده يستدعي، زين، and passed to the called function اللي قبل شوية سميناها my function مثلا. تمام، نسخة تنأخذ من المين تنحط بالفانكشن، نسخة منها من الرقم هذا من الأرقام أو من القيم من المتغيرات، حتى لو كاركتر حتى لو أي شيء آخر. The original variables inside the calling function regardless of changes made by the function to it are parameters will not change، ما راح تتغير قيمتها regardless، صار تغيير ما صار تغيير ما راح تتغير قيمتها الأشياء اللي بالمين بروجرام الأصليات. All the previous examples used this method اللي هي شي يسموها passing parameters by value، من أرد قيم أو أوديها إلى الدالة مالتنا الفانكشن سويها by values، أكتب قيمها وبذلك تروح من عندها نسخة. تمام، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي يسموها passing by reference، نفس عندي متغير ما أدز نسخة منه، لا أدز عنوان المتغير، فأي تغيير يصير يبقى على المتغير نفسه، عرفت شلون؟ فإذا يحصل تغيير على المتغير اللي موجود بالمين يحصل تغيير عليه بداخل الفانكشن. تقول لي مو هذا يعني مو ما كان global variable، أقول لك مو أنا الرفرنس مالته عبرته للفنكشن. تقول لي شلون عبرته؟ أقول لك استعملت هاي الأند. هسه شوف عليه مثال، هاي الأند هي هذه كأنما دا أقول له دز لي العنوان مال الموقع اللي مخزون به، فأنا دا أدز العنوان فاست للفنكشن، فذاك من دا يتعامل ويا المتغير الموجود بهذا العنوان. تمام، هذا يسموها reference يعني مصدر أو مؤشر، تمام، أو مرجع، تمام، هالشكل معناته. زين،
when parameters are passed by reference لما استخدم reference their addresses are copied الادرس مالته copied زين to the corresponding arguments in the called function الادرس شنو مالته العنوان instead of copying their values مكان ما ادز نسخه من قيمته دز نسخه من شنو من عنوانه عنوانه هذاك هم راح يفتهم هذا عنوان مو راح يفتهم هذه قيمه فهم قصدي فمن راح يغير بالعنوان راح يغير بالقيمه الاصليه يعني اللي هي بالمين بروجرام وهذا الشيء اللي راح نشوفه نسويه instead of thus pointers are usually used in function argument list to receive past references زين pointers تستخدم بس نشوف شنو هذا This method is more efficient and provides higher execution speed than the call by value method, but call by value is more direct and easy to use. طبعا هي اكثر شيء call by value. هذا يقول اسرع ليش؟ لانه هو ما ينقل المعلومه وش اسمه مجرد يشير الى مكان خزنها. فعلى اعتبار هاي العملية تكون أسرع لأنه إذا تنقل المعلومة أنت همّا راح تخزنها مكان فصير عملية كأنما يعني two cycles مكان one cycle مثال نقول next نشوف مثال شوف هسه هذا مجرد you can also pass a reference to a function this can be useful when you need to change the value of the argument هسه هنا نشوف الشغلة اللي راح تصير هذه مالتنا وبها رقمين first number second number 10 20 وهنا نقول لك الهدف انه اقلب يعني هنا ال10 وهنا ال20 اخلي هاي يصير هنا وهاي يصير هنا نقلب القيم مالتهم تمام before swap اطبع لي first number second number قبل ما اقلب وراها استدعي function اسمها swap nums زين هذا swap nums هذا لون كولين call the function which will change the values of first num and second num. فتأخذ متغيرات اثنين لكن شوف هسه هنا استدعاها اوكي طبيعي لكن باوع هنا بالتعريف مالتها حط وين المتغير شنو؟ and وين المتغير شنو؟ and يعني ماذا يقول لي اني integer الاكس وين ماذا يقول لي المكان اللي هذا العنوان مالته هو انتجر من نوع اكس المكان هذاك اللي هذا مكانه المتغير اللي هذا مكانه فهمت شلون يعني هذا ادرس مال وين يخزن وليست قيمته وليست نسخه من قيمته تمام فمن جيت هنا جلوبتهن سويت متغير اخر لوكال فيرب شوف هسه هذا الزي هنا يتم انشاءه واستخدامه مجرد اخلص الفانكشن يختفي الزي بعد ماكو زي ما موجود هنا ماكو شيء اسمه زي تمام في حين الاكس والواي شوف الاكس والواي الاك هذا هنا اكس وهنا واي هذني لوكال فيريبلز لكن شنو يؤشر الى فشي لنا وجود هذا الان يؤشر الى فشي موجود تمام فمن بدلتهم x يساوي y والy يساوي z طبعا الz يساوي x اول مره كان من بدلتهم تبدلن ذني هن ذني تبدلن يعني انا شوف ما رجعت قيمه هو void ما رجع قيمه بس هن تبدلن لانه انا مستعمل المؤشر مالتهم شويه مفهوم جديد وصعب لكن هاي الان معناتها العنوان وليس نفس المتغير تمام فمن جيت انا سويت بعدين اكس واي اشتغل صدق هو يأشر على الاكس الفيرست نام والسكند نام الاصليات زين ورا هنا افتر سواب وراء التبديل اطبع هم الفيرست وسكند نفس الفكره هسه شوف هنا لما طبع لك 10 ب 20 هنا طبع لك 20 ب 10 تمام يقوم يعني يطبع عكس 20 ب 10 زين صارت 40 على كل يعني انقلب يعني هذا مكان هذا وهذا مكان هذا كان ما يشكل ونقول next وبذلك تنتهي محاضرة اليوم أنا أدري طولت عليكم وشوية مفهوم جديد وصعب وإن شاء الله
اعيد نفس الشرح ويا جماعه المسائي، واشارك وياكم الروابط اثنيناتهم، مال هذا ومال ذاك. اللي الشغله اللي شويه ما وصلت، ما عرفت اوصل لك اياها واضحه، ان شاء الله بالتسجيل مال المسائي تكون اوضح. والحمد لله رب العالمين. خلصت محاضره اليوم.